مساء الخير يا ولاد. دونك كيما قلت لكم من قبل، دونك راني درتهم مع بعض بصح باش ما يكونوش طوال بزاف، درت كل وحده وحده. اذا التمرين الثاني، نمر الى التمرين الثاني. هنا التمرين الثاني نكملوا مع الاعداد النسبيه والاعداد الناطقه. الوغ ليكن الاعداد العبارتين ا و بي، عندنا عبارتين ا تساوي ناقص 0.25 في 4 في ناقص 10 في ناقص 1. نحسبوهم، والعبارة ب تساوي ناقص 10 في 2 في 0.1 في هنا سيبالابين أقواس، يعني في ناقص 0.8 عفوا 5 في ناقص 7. دونك السؤال الاول حساب العبارتين ا و بي. هذه هي الحساب، حساب تاع العبارتين ا و بي. دونك هنا بالنسبه للاعداد النسبيه، مش يعني ضرب الاعداد النسبيه عفوا، ماشي كيف كيما الجمع والطرح بالمراحل اللي درتهم في لا فيديو الاخرى. يعني المرحله الاولى نحيو، لازم نديروهم كامل الجمع، ومن بعد المرحله الثانيه لازم نحيو الاعداد الموجوده داخل الاقواس اكسيتيرا. هذيك تاع الجمع والطرح تاع الاعداد النسبيه. بالنسبه للضرب واش نديرو؟ بالنسبه لضرب الاعداد النسبيه واش نديرو؟ نشوفو هنا، نشوفو كم يوجد من عدد سالب في كل سلسلة. نأخذ سلسلة أ، أشحال كاين؟ ناقص 0.25 في 4 في ناقص 10 في ناقص 1. كم يوجد من عدد سالب؟ إذا كان عدد الأعداد السالبة عدد فردي أمبير، يعني فإن العدد الناتج يكون عدد سالب. وإذا كان عدد الأعداد السالبة عدد زوجي فالناتج يكون عدد موجب. داكور، نحسبه، هذا سالب واحد، سالب زوج، سالب ثلاثة. دونك كاين ثلاثة أعداد سالبة في هذه السلسلة، وثلاثة عدد فردي. إذا النتيجة تكون مباشرة سالبة. داكور، ثم نكتب هنا الأعداد بدون إشارات، في 10 في 4. داكور ماما، داكور ماما، فوالا اسمحولي، فوالا. دونك هنا هكذا، أعيد فقط للمرة الأخيرة، نشوف شحال كاين الأعداد السالبة، واحد زوج ثلاثة، ثلاثة عدد فردي، دونك الناتج يكون سالب. واش نحطو هنا؟ ما تزيدوش الإشارات هنا، نحطوهم بدون إشارات. ومن بعد نحسبو مباشرة، نحسبو شحال واش كاين داخل الأقواس بالآلة الحاسبة. ولا ممنوع ما تستعملوش الآلة الحاسبة، بس كاين أساتذة ما يمنعو، مليح سي بيان. سي بس 0.25 في 4 يساوي 1، دونك يساوي هنا ناقص 40. العملية بنفس الشيء، واش نديرو في العملية؟ يساوي ناقص 10 في 2 في 0.1 في ناقص 0.5 في ناقص 7. واحد زوج ثلاثة نفس الشيء، هو عدد فردي. لو كان كاين زوج باغ اكزومبل، كاين عددين سالبين زوج برك، لو كان النتيجة موجبة. داكور، دونك 10 في 2 في 0.1 في 0.5 في 7، ثم ب يساوي نقول
نكون بين عمليه دونك 20 في يساوي الى 7 0.5 × 0.1 = 0.35 × 0.35 × 0.7 ناقص 7 هذا بالنسبة لي بي. ثم السؤال الثاني اكتب العدد A على B في شكله الكسري القيناس يساوي ناقص 40 وB هو ناقص 7 دونك نكتب A على B شحال يساوي ناقص 40 على ناقص 7 ناقص على ناقص زائد القسمة قسمة الإشارات في الأعداد النسبية كيف مع الضرب زائد في زائد هو زائد زائد في ناقص هو ناقص ناقص في زائد هو ناقص يعني جداء إشارتين جداء عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد نسبي موجب داكور كيكونوا نفس الإشارة جداؤهما يكون عدد موجب سواء زائد في زائد ولا ناقص في ناقص عدد موجب وجداء عددين نسبيين مختلفان في الإشارة يعني واحد موجب والآخر سالب الجداء ديالهم دائما عدد سالب نفس القوانين بالنسبة للقسمة قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة دائما يكون عدد موجب وقسمة عددين نسبيين مختلفا في الإشارة هو دائما عدد سالب دونك هنا هو زائد 40 على 7 و ثم السؤال الثالث بالنسبة لهذا التمرين عين المدور إلى الجزء من 10 للعدد A على B دونك نديرو A على B شحال يساوي إلى الجزء من 10 يعني برقم 1 بعد الفاصلة خمسة فاصل سبعة إلى آخرها دونك A على B يساوي بالتقريب 5.7142 إلى آخره دونك هذا العدد المدور إلى الجزء من 10 لازم هذاك العدد يساوي دونك 5 فاصل عنده رقم 1 فقط بعد الفاصلة باش نلقاو هذاك اسكو 7 اسكو عدد واحد اخر نشوفو الرقم الثاني بعد الفاصله اذا كان 5 فما فوق نزيدو لهذا العدد نزيدو له 0.1 يعني نزيدو 1 لهذا اذا كان اصغر تماما من 5 فيبقى كما هو دونك بيسك هذا اصغر من 5 دونك هذا يبقى كما هو اذا المدور تاع A على B هو 5.7 فهمنا يعني هذا بالنسبة للتمرين الثاني يكون تقوليه وقت سمحوا لي دقيقة فقط نحطه ممكن التمرين الأخير تمثل إليك العددين الناطقين F و G حيث F يساوي 5 على 8
و جي يساوي 13 على 6. اولا احسب كل من اف زائد جي، اف ناقص جي، اف في جي، اف على جي. اف زائد جي دونك يساوي 5 على 8 زائد 13 على 6. نوحد المقامات. هنا اسهل طريقه يديروها 5 في 6 زائد 13 في 8 على 8 في 6 مباشره. دونك اف زائد جي تساوي هنا 30 زائد 13 في 8 يساوي 104. 104 دونك 104 زائد 30 يساوي 134 على 48. ثم اف ناقص جي يساوي 5 على 8 ناقص 13 على 6 نفس الشيء، ناقص 13 في 8 على 8 في 6 يساوي 30 ناقص 104 على 48. إذن اف ناقص جي يساوي 30 ناقص 104 ناقص 74 على 48. اف في جي 5 على 8 في 13 على 6 يساوي 5 في 13 على 8 في 6. دونك اف في جي يساوي 65 على 48. ثم اف على جي يساوي 5 على 8 قسمة 13 على 6 يساوي 5 على 8 في 6 على 13 ويساوي 5 في 6 على 8 في 13. إذن اف على جي 30 على 8 في 13 104. ثم السؤال الثاني، قارن بين العددين جي واف. المقارنة الآن، المقارنة في الأعداد الناطقة ما تديروش كما ما تحسبوش شحال حصل قسمة 5 على 8 وحصل قسمة 13 على 6 وخلاص، ولا طريقة تاع 5 على 5 أصغر من 8 دونك 5 على 8 أصغر من 1 و 13 على 6 13 أكبر من 6 دونك 13 على 6 أكبر من 1 سكيفي 5 على 8 أصغر من 13 على 6. لا، في الأعداد الناطقة باش نديروا المقارنة بين كسرين ماشي ميمس يكونوا موجبين في زوج. راني قلت لكم عطيت لكم طريقة من الطرق تاع المقارنة تاع الكسور، بصح في الأعداد الناطقة ما نقارنوش بهذه الطريقة. واش نديروا؟ نديروا دائما نتيجة الفرق، نتيجة الفرق سواء ديروا اف ناقص جي أو جي ناقص اف. بيسك حسبنا اف ناقص جي، حسبناه في الراهي وين كتبت هذا الجهة اف ناقص جي لقينا ناقص 74 على 48 ناقص 74 على 48. دايما تحسبوا الفرق لو كان ماهيش هنا، ممكن مطلبوناش نحسبه في السؤال الأول اف ناقص جي ممكن حسبناه. دونك هو ناقص 74 على 48 وهذا عدد سالب
ناقص هو عدد أصغر من الصفر. وقتاش يكون نتيجة الطرح عددين يكون أصغر من الصفر؟ كي نكون كي ناخذ عدد صغير نطرحه من عدد كبير، معناتها كي نديرو باغ اكزومبل 2 ناقص 5، 2 صغير نقصناه منه عدد أكبر منه، في هذه الحالة يكون الناتج عدد سالب. يا خير كي ناخذو 5 ناقص 2، 5 اللي كبير على 2، دونك النتيجة تكون موجبة. باغ كونطخ كي نديرو 2 ناقص 5 النتيجة تكون سالبة، باسكو الزوج نقصنا منهم 5 عدد أكبر منهم. دونك وقتاش كي يكون عدد سالب هنا صافي ديغ العدد الأول هذاك أصغر من العدد الثاني، منه اف أصغر من جي. داكور، وهذا صحيح لو كان نديروه بالعمليات الأخرى كما قلت لكم من قبل. يعني هنا 5 على 8، 5 أصغر من 8، دونك الناتج أصغر من 1 مقارنة بالنسبة لواحد. 13 أكبر من 6، دونك 13 على 6 أكبر من 1، سكيفي 5 على 8 أصغر من 13 على 6. بصح أعيد وأكرر، هذه الطريقة بالنسبة للكسور العادية وليس بالنسبة للأعداد الناطقة. بالنسبة للأعداد الناطقة دائما ديروا الفرق بين الكسرين هذوك، العددين الناطقين هذوك ديروا الفرق وتشوفوا الناتج. إذا كان الناتج أصغر من الصفر فإن العدد الأول أصغر من العدد الثاني، تذكروا 2 ناقص 8 ناقص 5. إذا كان الناتج أكبر من الصفر فإن العدد الأول أكبر من العدد الثاني، سجخذين عدد كبير نقصنا منه عدد صغير. إذا كان الناتج يساوي الصفر فإن العدد الأول يساوي العدد الثاني، 2 ناقص 2 صفر. مفهوم؟ دونك خلصنا الآن بالنسبة للدوزيام فيديو، راني نحطها توتسويت جوست تكمل هذه الأولى، نحط هذه أيضا. وإن شاء الله في الحصص المقبلة رايحين نكملوا أيضا البرنامج ونكملوا التمارين ونديروا حصة سبيسيال ليت كيفاش يقولوا تحضر لي الفرض، بس إن شاء الله ابتداء من 20 20 ديسمبر إن شاء الله تبدأوا الفروض للمواد الأساسية. دونك بالتوفيق إن شاء الله.